نحن نقول إنه الناس اللي بيقولوا الحدود فيها تقييد لحرية الناس نقول لهم كلامكم ده باطل، وإنما فيها يعني فوائد عظيمة في الدنيا والآخرة، لأن طاعة لله سبحانه وتعالى الخالق المعبود بالحق الذي من حقه أن يأمر وينهى، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وما إنسان ما في إنسان حر، أنا قبل قلت النازل بيدافعوا عن المجرمين، الإنسان المجرم هي بتقيد يعني حرية الإنسان المجرم. طيب نحن بنقلب عليهم الطاولة نقول لهم هل من حق الإنسان إنه يقتل الأبرياء؟ هذه الحدود، إنه القتل شنو يقتلوه. هل من حق الإنسان أن يأخذ أموال الناس يسرق؟ من تقولوا بتدافعوا عن ديل وما دافعتوا إلا عن المجرمين. وهل من حق الإنسان أن يخرب أعراض الناس؟ وهل من حق الإنسان أن يعني يقذف أعراض الناس؟ لأنه من الحدود برضو حد القذف إلى آخر، فهل ده من حق الإنسان؟ طيب لما يجي واحد ينهب مالي، واحد تاني ينتهك العرض، واحد تاني يشتم، وديل يكونوا موجودين في المجتمع، هل المجتمع الآن عنده حرية ولا ما عنده؟ يعني أنا الليلة مثلاً السري الحرامي ده، الحرامي ده بيجي بقت مكان مشهور لأنه الحرامية يتلبوا في الحي الفلاني، هل أنت الآن قيدت حرية الناس الساكنين في الحي ديل ولا أطلقت حريتهم؟ من زاوية تانية. فنحن بنقول الحدود هي تحفظ حرية الناس وتحفظ كرامتهم، وهي فوق ذلك تطبيق لأوامر الله سبحانه وتعالى الشرعية، وفيها الأمن. والحدود يا أخواننا لما تكون مقامة والمجتمع نظيف والمجتمع معافى، المجتمع بيقدر يتقدم، المجتمع بيقدر ينتج، المجتمع بيقدر يتعلم، الناس بينشوا في بيئة سوية. لكن لما تكون بيئة ما معروف الزول أبومنه والقدامك بتشيله وبتشتم أي زول ألفاظك، ده ما مجتمع سوي. ولذلك نحن بنقول إنه الحدود هي يعني طاعة لله سبحانه وتعالى، وفيها الحكم العظيمة، وهي تحفظ كرامة الإنسان وتحفظ من قدر الإنسان. طبعا في بعض الجرائم هو متفقين عليه، يعني بعض الناس مثلا زي جريمة الزنا يقول لك إذا تراضى الطرفين، وزي جريمة شرب الخمر وشرب الأشياء دي، فدي إن شاء الله لازم يقولوا حلقة عشان نوري، لكن بس نديها تعليق عشان نوري الحكايات إن الأشياء دي جرائم. أيوة صح، نحن بس نديهم حاجة بسيطة. صحيح، نحن بنسأل العلماني، ما هو دعا لعلمانية ما فيها قيود، تتكلم براحتك وإيها. طيب إذا تراضى طرفين أخو وأخته، رأي العلماني شنو يزنوا ولا ما يزنوا؟ إذا تراضى ولد وأمه، رأي شنو العلماني؟ ما أنت قلت مبدأك التراضى العلماني. طيب ديل تراضوا، ترايك شنو؟ هل من حقهم ولا ما من حقهم؟ والحق ده ذاته اللي بديهم منهم. خلاص الليلة يا أخي خليك من الكلام الكثير ده، في الرخصة بتاعت القيادة، الرخصة الدولية كده، خلينا من السودان. الرخصة الدولية دي بيقول لك رخصة بقيود ورخصة من غير قيود. ما مسموح لإنسان بيسوق في شارع يقول أنا يا أخوانا ما حر، أسوق سكران، أسوق واعي، ده من حريتي أنا. هل بيخلوك؟ ما بيخلوك. ولذلك الشرب الخمر ده جريمة، وفيها يعني مسائل أخرى زي ما تفضلت أنت، ممكن ناس تلاحظ. أيوة. يعني في نفسها نسبت إنها ونوري الناس إنها جريمة. نحن بقينا ذاته في مرحلة عجيبة ذاته نتوري جريمة. صحيح. ودي أخواننا من المشاكل الدعاية الشديدة بتاعت العلمانيين، ودي نتاج من نتاج. صحيح. الموضوع بتاعنا. بذكر الدعاية دي، يعني إحنا نجد إنه الأشياء دي الآن منتشرة. يا أخي أنت مالك ومال، وخلي يزول، خلي الخير لخالقه، ويزول يعمل ما بتتحاسب معاهم، وخليه يزول عمر الدايو، وده ده 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 عهد الحرية، عهد الحريات، وبقت شعار للأسف. فنحن الدعاوى دي الكثيرة دي الآن الهدف منها شنو؟ من المراد منها شنو؟ خصوصا بالنسبة للمسلمين. طيب الناس دائما بيطرقوا في الموضوع ده وبيتناولوا كثير لأمور، من هذه الأمور إنه يقدروا يمارسوا دعاية قوية وصريحة واضحة، وإذا أنت ويعلنوا بها الحرب على الإسلام ويهدموا بها الدين والإسلام ويتكلموا في الحدود وياخذوا راحتهم، وإذا أنت مشيت تكلمت يجوك بشنو؟ بسيف الحرية وبفزاعة الحرية. ده من الأهداف.
برضو من الأهداف وده واضح جدا إنه هدم العقيدة وهدم الأخلاق، لأنه ذاته الحريات هم بيقسموها، يقسموا أول حاجة يقول لك حرية العقيدة، دي المسألة اللي تسألت فيها عن الشبهة اللي بيذكروها هم، إنه حرية العقيدة إنه الإنسان حر يعتقد ما يشاء. لا، الإنسان ما حر، الإنسان ما حر، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليتعبد لله عز وجل، ولولا أن الله خلقه لهذه الغاية لما خلقه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. ربنا وصف نفسه بأنه الملك الحق، فالملك الحق لا يمكن أن يخلق الخلق عبثا، كويس؟ فربنا سبحانه وتعالى خلقك للعبادة، أنت ما حر تعتقد ما تشاء، وده ذاته يدل على أنه هذه الدعوة العلمانية بتاعت الحرية بتاعت العقيدة دعوة مادية ما بهمها مصائر الناس. يعني أنت عبد يلقوك أنت بتعبد في 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 يعني في في تعبد في شيوخ، بتعبد في شيوخ، بتنادي في القبة، بتعلق لك حجبات، بتطوف بالقبب، يقول لك انت حر. يلقوك انت بتعبد بقرة، بتعبد جقر، بتعبد كذا، بتعبد ما بتعبد، ما عندهم بك شغلة، لانهم ما عندهم عليك حرص انه انت تخش الجنة ولا تخش النار. ودي ذات فضيحة للعلماني، دي فضيحة لهم، نحن عارفين أصلاً العلمانية يعني العلمانية بتقوم على الكلام ده، لكن دي فضيحة لهم. الموضوع ده عنده علاقة بموضوع يعني موضوع الآخرة. أيوة، بموضوع الآخرة، إنه ما في حرص عليها وما في ما حريصين عليها. هم زي ما قالوا الجماعة، نحن أقول لك برنامجنا معاك في الدنيا وآخركم تراب، وإنهم ما بيتآمروا بالمعروف ولا بيتناهوا عن المنكر. وده أخوانا السبب بتاع الخيرية الأمة الإسلامية. لما أنت تقول لي أي شاتم معلقة بعصبتها، ونحن اي زول بيحشروا بيدين وبراو، وفي ناس كمان بيغلطوا يقولوا لكم دينكم ولي دين، الكلام ده طبعا باطل وخطير، لوازم خطير. المسلم يا اخوانا ما يقول الكلمه دي، لانه بيلزم منا لو دق لك انا ديني الاسلام، ها انت دينك شنو؟ خلاص، فما بيجوز. ربنا قال كنتم خير امه اخرجت للناس، يقوموا يدعوا لك لحريه الاعتقاد، وللاسف الشديد دي دعوا لها حتى الاخوان المسلمين، زي ما دعا عليه عبد الحي يوسف الكوز ده، الناس الان زعلانين منه. الحمد لله يا اخواننا السلفيين، يعني مشكلتهم مع عبد الحي في مآخذ شرعية عقدية وغير عقدية موجودة عند هذا الرجل، وكان بيحذروا منه من باب الدين، ما من باب مصلحة شخصية، ولا إنه سرق الدولار ولا 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 إلى آخره، وحذروا. فعبد الحي بيعتقد العقيدة دي. كذلك عندهم حاجة اسمها حرية الرأي والكلام ده. هل الموضوع الحرية ده غير العلمانية في ناس؟ كيف؟ الأخوان المسلمين القرضاوي قال أنا عندي مسألة الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة الإسلامية. وذاك اسمه نوه اللي بيقوله مهندس بتاع بترول ده، السويدان جابوه طبعا في تسجيلات مع الكيزان بتاعنا السودان، قبضوه بالسابتة زي ما قال. فقال أنا عندي الحرية تقول ما تشاء وتعتقد ما تشاء وتنتقد ما تشاء. قال حرية الاعتراض حتى على الله، حتى على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أنا ما عندي مشكلة. دي للأخوان المسلمين، عرفتها؟ ودي قال برضو رئيسهم بتاع المصير الماداك محمد مرسي، إنه العقيدة ونحن ما عندنا بيك شغلة، وده كلام موجود. فديل برضو قالوا الكلام ده. فالمسألة اللي احنا وقفنا عندها مسألة حرية الرأي، وفي حرية الرأي الناس ديل وصلوا إلى مقام إنه يستهزوا بالأنبياء، زي ما حصل في السنوات الفاتت، ويستهزوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وجابوا في صور يعني كفرية وكلام باطل كثير. كذلك مثلوا بعض الأنبياء، تمثيل للأنبياء وتمثيل للصحابة، ده بيعمل العلماني ويطعنوا في الدين. انت لما تجي تقرر حكم شرعي انه من فعل كذا فهو كفر، يقول لك هذا إساءة طوائف دينية. انت ما قلت حرية، انت مثلت الصحابة، مثلت بعض الأنبياء، انت بتستهتر بالرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في العالم ده بيتبعوه مليارات، انت ما احترمت المليارات دي، دار تجي تتكلم لي عن ايوه اعتديت عليهم واستفزيتهم، وانت بتتكلم عن انه دي حرية. بعد ذاك عندهم برضو مسألة حرية المرأة، هم طبعا دارين يمرقوا المرأة من صونة في الإسلام ومن مكانتها المحفوظة في الدين والإحاطة والتعظيم اللي جعلوا لها الإسلام والتكريم والمكانة العظيمة للمرأة في الإسلام، لأن المرأة أصلا ما بتتفكع عن مجتمعها، يعني هي أمنا وهي خالتنا وهي بنتنا وهي زوجتنا وكذا وكذا، فهي عندها احترام وعندها حقوق وعندها يعني مكانة في المجتمع المسلم. دارين يمرقوها يغشوها، قول لها دي كلها قيود، خليها، خليكي معانا، نحن نجي نعرض بيك الأزياء،
يعرضوا بقى قماشتين، قماشتين ما طمات متر كويس، ويسووا لها شعر عامل كيف، وتجي كلام ذاته عجيب، ويسووا دعايات يا اخي لو دارين يعملوا لستيك بتاع تراكتر يجيبوا فوقه مرة. العلاقه شنو يعني، هي البلف يعني ولا شنو؟ كويس، لو دارين يعملوا لك صلصه يجيبوا فيه مرة، لو دارين يعملوا شراب بتاع رجال يجيبوا فيه. اسيده ده تكريم للمراه؟ هل دي حريه للمراه؟ هل ده المقصود؟ ولو جينا لتطبيق عملي، هل هم الان كرموا المراه بمفهومهم ذاته؟ فده كله من الدعاوى الباطله المقصود بها هدم العقيده في قلوب الناس، كذلك هدم الاخلاق، وده يعني للاسف الشديد قدروا يعملوا في كثير من الناس. الان الموجه الحاصله الان ظهور فنانات من الجبل ومن جبره ومن القلعه ومن شرق النيل ومن فلان، فنانات فنانات يجيبون ويرقصن قدام الرجال ويفتعلوا لهم مشكله يقوموا يصوروها، ويقول لك انظر الى فلانه ترقص عاريه امام الحفلات. ده كله المقصود به شنو؟ هل ده المقصود به تكريم المراه؟ يا اخي انا ذاتي بتحير، يجيبوا الوحده تغني لهم قدام الرجال دياثه وقله حياه وجراء وغيره، وبعد ذاك يجوا يقوموا شنو بيسموه شنو هم؟ نقطه ينقطوا شنو القرش يا ناس؟ يا ناس ما تنقطوا على المساكين الجام الفيضان ده، نقطوا نقطوا البلد دي خلاها تترفع، نقطوا الدولار ده خليه ينزل، ينقطوا فيها وهي قدر ما ينقطوا فيها تصرخ، وقدر ما ينقطوا فيها تصرخ، والجماعه الحماس يقوم والعمم تطاقش والتبرج والغضب لله سبحانه وتعالى. فده شنو ده يا ناس؟ هل دي حريه؟ هل ده المقصود؟ فده خلاصه العلمانيين، انا ما لقينا تكريما الان للمراه الا هذا الباطل. وغير المرأة كمان بقيت أسأل الظاهرة بتاعت يعني ذات نقول عليه الرجال ولا يعني مشكلة كبيرة. أيوة يعني ظهور بعض الفنانين ذاته بصور يعني أيوة فيها، هي طبعا المقصود إنه يعود المجتمع على إنه يعاين الصور دي ويشاهدها، وتبقى يعني يقتلوا الغيرة في المجتمع والرجولة وكذا وكذا والشهامة، لكن إحنا نبشرهم بما يسوم. إن شاء الله المجتمع مجتمع فيه الخير، ويعني لا تزال طائفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله هم على ذلك. وإن كان ديل ما بيشرف بهم سوداني، ولا ديل النقل صورة السوداني برا السودان بفضل الله، نحن عشان نبشرهم بما يسوم. الناس الجايبينهم ديل وبعض والبديك اللي اسمه مين كده ما عارف عند الفيمينيزم ولا شنو والكلام ده، وانني اريد ولا للختان، وللاسف جايبين معاهم شيوخ، قال شيوخ دعوها سليمه وما دعوها سليمه وكلام فارغ كثير، عرفتها؟ فدي كلها من الدعايه القاصده، لا للتسلط الابوي. ايوه لا للتسلط الابوي، يعني انه تكون حرة. تعمل اي حاجه، ده كله اسمه الحريه وده كله شهوات. وقالت انا ما امشي عريانه، يسالوني ليه؟ انا بسالك، ما سالتك، الشارع سالك، الشارع يجاوب عليك، ولكل ساقطة لاقطة. يعني ما ممكن الواحدة تمشي ديل ما رجال يعني تستفز فوقهم وتمشي قدامهم عريانة ودائرة ما تحصل حاجة. وإن كنا إحنا ما بنقر الكلام ده، لكن بنقول يا أخوانا دي ضرورة حتحصل. بعدين برضو دي نقطة مهمة، يعني مثلا العري ده والمرأة تلبس ما تشاء، هل ما فيها تعدي ولا هو تعدي إيه يكون بدني؟ ما فيها تعدي على يعني حاسيس الرجل وعلى مشاعر بدني؟ ايوه فيها تعدي على الرجل ده ما عنده نفس وما عنده. ايوه فيها تعدي على الابو، فيها تعدي على الاخو، فيها تعدي على كذا وكذا. ودي المساله اللي قال الود اللي اسمه البوشي ده في الاعتصام، وكثير من السودانيين كانوا قاعدين جوا الاعتصام، جا قال لهم انت ليه تسال؟ قال الابو يسال البنت انت جايه من وين وماشيه وين؟ قال والحبيب قال، طبعا ده يا اخواننا باطل، ربنا قال المحصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان. مسافحات قالوا ده الممتهنات الزنا يعني بيزنا مع اي زول، والمتخذات اخدان عندنا بيزنا مع ناس معينين عشقاء يعني. فده قال لو واحده عندها حبيب اسمه البوجي ده برضو علماني، قال لو واحده عندها حبيب وعرف ان واحد حباه قبليه يعني سكن هاند هي ذاته كويس، قال شاكله ذاك اللي يحبك، وكلام فارغ كثير، كلام باطل، وده يدل على الدياثه والعياذ بالله. صحيح، وغير الابو والاخو يعني حتى المتحرش، صحيح حتى المتحرش ما اعتدت عليه صح،
هو اعتدى عليها مشاعره. ايوه هو اعتدى عليها لفظيا، لكن يعتدى عليه في نفسه وفي انفعالاته. ايوه صح واصل. طيب كذلك برضه يا اخواننا الحريه دي يعني اهدافه، ايوه من اهدافه انه بيصلوا بها ل يعني اذابه الفوارق والولاء، عقيده الولاء والبراء من نفوس الناس. يعني الناس بيشوفوا انه الاديان دي سواء، شوفوا النصرانيه، شوفوا الاسلام، شوفوا اليهوديه، شوفوا البوذيه، يشوفوا الكجوريه، يشوفون كل الديانات وكلها بيساووها. ما ممكن الاسلام يساووه بغير من الاديان، لانه ربنا سبحانه وتعالى قال ان الدين عند الله الاسلام، وربنا قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فده يساووه لك حتى بالكجور، وحتى بالناس اللي بيعبدوا بوزة، والناس اللي بيعبدوا شنو، بيعبدوا شنو من المعبودات الباطلة الموجودة، فيساووا الإسلام بغيره. ولك ديل كلهم نحن بنقف منهم على مسافة واحدة، يا على الأقل قرب الإسلام. لكن ده أخواننا ده الهدف بتاع الحرية. الهدف أيضا من الحرية إنه ينشروا العلوم الضارة وغير المفيدة بالنسبة للمسلمين، ويجعل المسلم متشرب بالأفكار دي. بعدكم ذاتهم ما بيحتاجوا إنه يقول لي خلي دينك، يقروه الفلسفة ويقروه علم المنطق ويقروه شنو من العلوم الأكثر باطل أو الغالب فيها باطل، ما قلنا كلها باطل، ويخلوها في ذهن الإنسان. بعد ذاك هو يعني يقع في التيه ويقع في الضلال ويضل عن القرآن والسنة، ويصوروا له القرآن والسنة اللي هي بتمثل له سلاح، يصوروها له كأنها علوم يعني رجعية، ودي علوم تخطاها الزمن وإنه هاجس وكذا وكذا. يبقى دي يقولوا يعني شيء جزاه الله خير، ذكر لنا شيء من أهداف الناس اللي بينشروا الأفكار دي بين الشباب المسلم اليوم. وكمان نحن دايرين رسالة للشباب المسلم ذاته المستهدف ده. أيوة. إحنا الآن شبابنا للأسف الشديد كثير منهم مستهدفين، كثير منكم، كثير منهم بيردد العبارات دي، الحرية والحريات والحرية. فرسالة لهم يعني كيف يقدر الشاب المسلم يتصدى للتيارات بتاعت الناس يعني اللي بيحاربوا الإسلام باسم الحريات، كيف يتصدى لها وكيف يواجهها؟ طيب أول حاجة يا أخواننا بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وطلب الهداية من الله، أول حاجة يوقن المسلم إنه دينه ده كامل. ربنا قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال ابن كثير وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فديننا ده احتوى على العدل المحض. أما نحن ما بنقارنه بالشرائع الثانية أو بالقوانين الوضعية، فدي احتوت على الظلم وعلى الجهل وعلى تضيع الحقوق وعلى المفاسد التي لا تحصى ولا تعد. دي مسألة. المسألة الثانية، الشاب يا أخواننا لابد يتعلم أمر دينه ويبقى إنسان في نفسه غيرة تجاه دينه، ويعني يسلك السبيل الصحيح لتعلم هذا العلم الشرعي الذي ينجيه في الدنيا والآخرة. كذلك الشاب محتاج إن أخواننا يتحصن غير العلم والدين، إنه يتعلم العلم الصحيح، لأنه حصل تشويه. التجربة بتاعت الكيزان وغيره من الأخوان المسلمين شوهت في قلوب كثير من الشباب. يحتاج إن يتعلم العلم الصحيح، كذلك يحتاج يتعلم الحجج اللي بيقدر يواجه بها هؤلاء العلمانين ويكشف بها عوارهم. والكلام ده يعني ما صعب، يعني انت لو عاينت بس نظرة بسيطة، لو الزول اتأمل وافاق من هذه السكرة وعاين لشبهات هؤلاء العلمانين والمجرمين، يعني نظرة بتاع التأمل بسيطة، بيعلم انه ما عندهم الا الظلم، وما عندهم الا الباطل، وما عندهم الا قلب الحقائق، وما عندهم الا الخداع، وما عندهم الا التزوير والالفاظ الكبيرة والمجملة يغشوا بها شبابنا المسلم. فلا بد شبابنا المسلم انه يتعلم ويخطئ الجروبات اللي بتغشك، يقول لك يا اخي احنا مجموعه بتاعت ناس بيفكروا، ونحن مجموعه بتاعت كده، ونحن فما تبقى زول يعني بتخش ساكت، ما تخليك انسان سريع الذوبان زي لبن نيدو. اول حاجه تتامل تشوف الزول ده من اين يستقي كلامه وعلى اي شيء يستند، وتكون انسان حصيف وتقلب الامور، وما تجعل دينك ارخص حاجه. اي زول يعرض لك شيء انت تقبل، فالانسان يبقى حصيف، لانه من اهداف العلمانيين برضو انه يعني يمرقوا الشباب من دينهم ويخلوهم
بلا دين وبلا هوية، ونحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا. جزاك الله خير. ودي يعني كانت يعني كلمة موجزة، وجزا الله خيرك الشيخ، يعني كانت كلمة يعني كافية إن شاء الله في بيان مفهوم الحريات وبيان المصالح الشرعية للقيود التي قيد بها الإسلام الحريات. فنرجو من الله سبحانه وتعالى يعني أن تجد آذانا صاغية وأن تجد يعني قلوبا واعية. فجزا الله الشيخ شهاب عوض خير الجزاء وبارك فيه، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج حوارات. السلام عليكم ورحمة الله.